حصوله على الدولار اللي كان بيجي لمصر من تحويلات المصريين للداخل، حضرتك عايز تقول ايه للمصريين اللي في الخارج، هم ابنائك واخواتك اللي موجودين برضو بره، اللي عنده شكوى هنا واللي عنده مشكله هنا واللي عنده حب شديد، او كلهم عندهم حب شديد لمصر، ولكن عايزين يسمعوا من حضرتك ليهم مباشره. انتوا ما تنسوش ان احنا بنتصدى في مصر، مش انا، احنا كلنا بنتصدى في مصر لمشاكل مزمنه من سنين طويله جدا، ولازم نقف كلنا مع بعض عشان نتغلب عليها. لا الحكومه لوحدها ولا اي حد لوحده ممكن ينفع، لكن كلنا مع بعض نستطيع. دي نقطه. النقطه الثانيه، البناء بياخد وقت وجهد وصبر، ولازم احنا يبقى عندنا صبر. انتوا بتقولوا المعدلات البناء دي معدلات غير مسبوقه ومش مرتاحين، طب لو كنا مش ماشيين بالطريقه دي كنا عملنا ايه؟ صحيح، لا احنا ماشيين كويس، ولو احنا ربنا وفقنا واستمرينا كده خلال السنين اللي جايه، لا طبعا هيبقى في وجه مختلف خالص لمصر ان شاء الله.